البنات ومرحبا بكم من جديد في القناه ديالي. الفيديو ديال اليوم هو اي جيت ريدي ويذ مي. غادي نوريكم كيفاش كنوجد راسي فاش كنكون خارجه. ماشي ديما عندي نفس لا روتين، ولكن هذا النهار هكذا وجدت راسي. سو اول حاجه كان خاصني نديرها هي نصبغ ظفاري. اختاريت هاد لاكولا من عند فلورماغ، فريمون كتجي زوينه بزاف سورتو في الجو ديال الشتاء والبرد. من بعد كناخذ هاد الكريم ايدغاتونت اللي صوبتها ماما في الدار وصدقات لنا فريمون زوينه بزاف، وكنمصي بها شويه حدا ظفاري.
بالنسبة لشعري قررت في الاخر انني جوست نبوكلي شي شوية باش يبانو لي بوكل الطبيعيين اللي فيه وتبان لا فورم ديالو شوية احسن. سالات لقيت فيديو ودني شكرا بزاف. الى بقيت حتى الاخر تفرجتوا في الفيديو, الى عجبتكم ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا اي ثامبس اب باش يوصلكم فيديو جديد كل سيمانه.